عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. اليوم راح نكمل لكم الفصل الأول إن شاء الله من الطبيعيات. إحنا راح ناخذ مثال عندنا موجود قدامك 6 هي السؤال من الفصل الأول لسؤال الخامس. إن شاء الله أريدك تنتبه شلون راح أشرح المثالين الوزارية. هنا السؤال يقول احسب عزم القصور الذاتي. ايش رايد من عندك عزم القصور الذاتي لكره صلده انتبه على هاي العباره تدور حول احد اقطارها انطاك الكتله طبعا انطان الكتله 10 كيلوغرام انتبه عليه هنا وان نصف قطرها انطاك نصف القطر انطانيا 50 سنتيمتر مثل ما علمتك كل سنتيمتر لازم نحوله للمتر دائما نقسمه على 100 شي يريد من عندي عزم القصور الذاتي نرمز له بالآل بابا شنو قانون عزم القصور الذاتي ما طول قال لي الكرة صلدة أقول له القانون 2/5 الكتلة في نصف القطر تربيع هذا القانون احفظ ليها يعني مهم جدا نجي نطبق هذا القانون عزم القصور الذاتي 2/5 الكتلة مالتك شقد في 10 منطيك اياها كيلوغرام هنا ما تحول دير بالك لا تحول الكيلوغرام بس كيلو نيوتن وكيلومتر في نصف القطر عندك شقد طبعا 50/100 انتبه علي هنا للكل تربيع هنا تقول استاذ ممكن نختصر نقول لك نختصر هنا الخمسة ويامن ويا العشرة بها 2 تضرب الاثنين في 2 اذا عزم القصور الذاتي 4 نجي لهنا هنا بكل سهولة طبعا الصفر ويا صفر يروح 5 تربيع ربع الخمسة طبعا 25 هاي 25 على شقد طبعا على 100 تربيع العشرة 100 هنا الطالب اريده ينتبه شلون راح نختصر هاي العملية هنا ال 25 وهنا عندك 25 على 100 ال 100 ايش قد بيها هنا طبعا 25 باو يعني هنا بيها واحد لان يعني هذا بسط وهنا مقام ال 25 طبعا تروح ويا ال 25 اذا عزم القصور الذاتي يساوي لنا 1 كيلوغرام في متر مربع هذا بسيط ان شاء الله المثال ودي اشوف خطواته كلها سهله جدا اذا هنا انتبهنا طريقة الحل وشلون طلعنا السؤال بكل سهولة للطالب حتى يقدر يسيطر على الحل نجي للمثال الثاني يقول احسب عزم القصور الذاتي هم يريد من هو عزم القصور الذاتي لكرة صلدة هم ايضا طلب نفس الطلب تدور حول احد اقطارها كانت الكتلة اذا مطيني الكتلة 20 كيلوغرام اذا مطيني كتلة معلومة والقطر انتبه هنا أنا مطيك القطر خلنا ذكرك بمعلومة القطر ايش قد بطينيا 50 سنتيمتر طبعا انا اريد منك نصف القطر تقول 50 باوة على 2 ما طول منطيني كلمة قطر قسم لي على 2 ايش يعطيني جواب نصف القطر 25 سنتيمتر انتبه على هاي العبارة 25 سنتيمتر لكن هو بالطلب ما تشريد لعزم القصور الذاتي طبعا المجهول راح نجي نفس القانون اللي استذكرنا قدامك بالدرس اذا اي يساوينا هنا عندنا 2/5 في الكتلة في نصف القطر تربيع هذا قانونك ايضا مثل ما ذكرت لك يا في المثال 6 كأنما تطبق لك الامثلة مساوية اذا راح نجي نعوض 2/5 الكتلة ايش قد عندك طبعا مطينيها 20 بالسؤال ما عندي مشكلة بها نصف القطر مو تجي تكتب له 50 انا حولت هنا انا ال 50 نصف القطر ايش قد حولت لك اياه 25 سنتيم راح تقول 25 على هنا ايش قد سنتيمتر طبعا 100 للكل تربيع يجي الطالب هنا يقول استاذ اكو اختصار اقول له ايه هذا بها واحد وهنا بها 4 اذا اي عزم القصور الذاتي اضرب الاربعة في 2 راح تعطيني 8 هسه اقول لك ربع لي ال 25 625 من تقول 25 في 25 625 في راح هنا شوف ال 100 من تضرب 100 في 100 راح عندك 4 اصفار تنزل 10000 شوف لو لا هذا معناه راح شي يصير عندك 10 سالب 4 ليش 10 سالب 4 عفوا هنا اي
موجب 4 بالمقام، من يصعد للبسط راح يصير سالب 4. هنا من راح نضرب 8 في 625 راح اقول لك تعال 5000 ليش؟ 8 في 5 40 صح لو لا؟ 8 في 2 16 و 4 20 صفر باليد 2، 8 في 6 48 و 2 طبعا عندك 50 في شوف 10 سالب 4 هاي عدد الاصفار. هسه الطالب يجي يكمل اقول لك هاي 5 10 اس 3 لان 3 اصفار عندك موجبه في 10 سالب 4. شوف هنا الاساسات ساويت لك اياها، عند الضرب تجمع الاسس يعني عندي 3 ناقص 4 راح يعطيني سالب 1، اشارتي كبيره نطرح. اذا عزم القصور الذاتي يقول 5 في 10 سالب 1. طبعا راح ارجع مرتبه عزم القصور هنا لين 0 1 0.5 هاي المرتبه. وحده قياسنا طبعا اهم نقطه تباع له وحده القياس كيلوغرام في متر مربع. ان شاء الله هنا كملنا وياكم المثال السادس والسؤال الخامس من الفصل الاول للطبيعيات. مع تمنياتي لكم بالموفقيه.